يقول السائل: هل يجوز إرسال زكاة المال إلى بلد آخر لتوزيعها للفقراء عن طريقة أشخاص معينين؟ زكاة المال الأفضل أن تخرج في البلد، في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ويجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان فيه فقراء أحوج، أو فيه فقراء من الأقارب، لا بأس بنقلها. أما إذا لم يكن هناك غرض صحيح يقتضي نقلها، فإخراجها في بلد المال أفضل وأحسن. نعم.